اهلا بحضراتكم بعد الفاصل. وصلنا لفقره الجمهور. كانت علاقتك ايه بالجمهور يا كابتن؟ انا علاقه جيده الحمد لله. يعني انا مش بتقلق لما تلاقي الملعب مليان؟ لا معلش خلاص اصل خلاص خلي بالك لما كنت لعيب برضه جماهير دي بتديك خلاص انت خدت على الوضع. جمهور عادي خلاص بالنسبه لي. طب اكبر مواقف حصلت لك مع الجمهور كان ايه؟ فاكر انت؟ فاكر ماتش المصري والالومنيوم في بورسعيد. وفرقه الالومنيوم دي جابت جون وبعدين المصري مش عارف هم بيسنطروا جابوا تعادلوا بيسنطروا جون فرحان وطلع قدام ال 18 خلاص في نص ملعبهم العب راس الحرب الواد زقها له شاطها دخلت الجون الثاني. الجون الثاني بقى 2-1 طبعا. الله يرحمه سيد متولي رئيس السيد الله يرحمه نزل بقى الدنيا بقى ايه ونزل الملعب كابتن احمد عاوز يلغي الهدف. لا كابتن احمد ايه ده ما كوره. انا بص يعني خلاص خدت لعبت خلاص جون جون خلاص. كابتن احمد البلد هتولع. قلت له انا المطافي جيب لي المطافي. انا مالي قلت له انا مطافي يا حاج سيد جيب المطافي. قال لي كده برضه. قلت له ايوه ما لو في اتحاد كوره قوي في هو اللي بيحمي هو ده اللي بالك. السيد بتولي ده كان استاذي في ثانوي. لا ده كان راجل جميل الله يرحمه. انت عارف ان هو مدرس رياضيات اصلا؟ ايوه انا كان شغال في ليبيا قبل كده. وبعدين جه مصر. يا راجل كان هو استاذي علمني يعني فطبعا انا بحبه جدا يعني. طيب انت شايف قرارات الحكم لما يبقى فيه جمهور كتير بيتاثر بيها ولا ما يبقاش فيه جمهور يبقى احسن للحكم؟ لا هو الحكم انا عايز اقول قرارك بجمهور من غير جمهور هو القرار مش هيتغير. طيب خليه يبقى قرار هو الحكم قرار يا كابتن مصطفى. طب هل انت خلينا بامانه نتكلم بقى هل انت خدت القرار مره بناء على الجماهير؟ لا ما اصل لو خدت قرار بناء على الجماهير هتبقى كارثه. لكن زي ما قلت لك مثلا لعبه انا شفتها الحكايه اللي قلتها لك دي قصه تانية بس وصلت للعدل. يعني لو الجماهير محقه في حاجه وشيء وفيتانا وزميلي يقول لي ايوه خلاص خلاص شيء. ما انت خلي بالك هو الفار ده لما بعد اللعبه بدقيقه ويرجع ما دي عدل اكيد. اكيد. والله الاداء التحكيمي في الفتره اللي فاتت دي في انخفاض في مستوى التحكيم عموما في مصر بعد بطوله امم افريقيا. كان الحكام المصريين على مستوى عالي جدا فيها. انا ما اعرفش هل هو في ضغوطات هنا في مصر على الحكام ضغوطات جماهيريه من بعض الانديه اللي في بعض الحالات التحكيميه عليها جدل كبير جدا في بعض المباريات في عدم ثبات المعايير التحكيميه في كل المباريات وعدم ثبات الحالات التحكيميه بكل حكم له راي في ضربات جزاء معينه في تدخلات معينه في مناطق تحكيميه في مباريات حساسه جدا بتحكم مصير الدوري المصري لبعض الفرق. انا شايف التحكيم زي ما اغلب الناس شايفاه يعني هو المفروض ان يبقى فيه دقه اكثر من كده. طبعا التحكيم ما فيهوش الدقه المطلوبه وما فيهوش الشفافيه. التحكيم للاسف في مستوى سيء جدا الفتره دي خصوصا ان فينا نلجا لرؤساء حكام رؤساء لجنه الحكام من بره زي بريرا اليومين دول. طبعا ما اعرفش ليه جايبين واحد رئيس لجنه حكام في الاخر نساله انت بتعمل ايه في اللجنه يقول انا اداري. لا بيرفعوا مستواهم الفني ولا بيناقشوا اخطائهم يعني. بالاضافه للموضوع كمان شخصياتهم بقت ضعيفه جدا غير زمان يعني الجيل ده للاسف يعني شخصيات الحكام فيه ضعيفه جدا لا تقارن بالاجيال اللي قبل كده يعني. أنا شايف إن قوة الشخصية بتاعت الحكم المصري ضعيفة نسبيا مقارنة بالتحكيم في الدوري الأوروبي. هناك بنلاقي إن مفيش حد مثلا معترض على الحكم مهما كان. النهاردة الحكم بيدي فرصة للعيبة كلها إن هي تبتدي تدخل في أي قرار له. يعني المستوى متذبذب ومش قوي يعني. التحكيم في الفترة الأخيرة ومش من الفترة الأخيرة من فترة يعني من حوالي 3 سنين والتحكيم في مصر مش مستوى مش كويس فيه. لا اداء التحكيم المصري الفتره الاخيره يعني سيء جدا للغايه. و
شايفين كده برضو الاهلي برضو ليه كذا ضربات جزاء وكده؟ نظام متذبذب ولا عايزين ناخد دورات ولا ايه ولا تعمد؟ مش قادر احكم تعمد ولا قله خبره.